ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرباط. نقل لكم مع مهني قطاع السيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة الإدارية اللي كيطالبوا بالارتقاء بالقطاع ومحاربة النقل السري بجميع أشكاله. هنايا بداية هذا اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم. والآن غادي نطلق هذا اللقاء التواصلي اللي كما قلت أنه الهدف ديالو هو إيصال المعاناة ديال الشغيلة في القطاع هذا اللي هي قطاع سائقي السيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة الإدارية، واللي كيطالبوا بحل يعني جل المشاكل ديالهم. خليكم معنا. طبعا هذا اللقاء التواصلي اللي حاضر فيه العشرات من سائقي مهني قطاع السيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الرباط، وكيف ما قلت اللي كيتكلموا على اللي غيناقشوا يعني العديد من الإشكالات والعديد من المشاكل اللي كيعانيو منها الشغيلة في هذا القطاع هذه، واللي كيقولوا في حالة ما لم يتم استجابة للطلب ديالنا غيتم التصعيد اللي هو غيكون على شكل وقفات احتجاجية تعبيرية على يعني المطالب ديالهم. لنا لتذكير مشاهدي قناة شوف تيفي بأنه الآن مهني وقطاع السيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة الإدارية اللي في لقاء اللي كيتجمعوا الآن في لقاء تواصلي، وكما قلت لأن القطاع هذا كيعرف العديد من الإكراهات والإقصاء والتهميش، ويعني الهيكلة اللي يعني كيطالبوا بالهيكلة ديال هذا القطاع هذا، فهو قطاع حيوي واللي كيحرك العجلة الاقتصادية ديال الاقتصاد الوطني، وكيقولوا يجب ان الارتقاء بهذا القطاع هذا. فالان غادي تنطلق يعني هذا اللقاء التواصلي الان غادي ينطلق. نحاولوا على اننا ناخذ الصريح يعني حول هذا اللقاء التواصلي، يعني السبب او لا يعني المضامين ديال هذا اللقاء هذا، شنو هما المطالب ديالكم وشنو هي الرساله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد نويني الكاتب العام المحلي كومدرا العمل سائق السيارات الأجرة الصغيرة بالرباط، المنضوي تحت لواء الكومدرا العمل للنقل اللوجستيك العضو الكومدرا العمل للشغل، وكذلك العضو المكتب الوطني. على إثر هذا اللقاء التواصلي بناء عليه يعني تم واحد البلاغ يعني للمهنيين على إثر المطالب والملف المطلبي الذي يعني موضوع يعني لدى السلطات الولائية اللي في شخص السيد الوالي على إثر تنظيم النقل داخل المجال الترابي لمدينة الرباط. واليوم الحمد لله كان هذا اللقاء يعني تواصلي بطلب من المهنيين وكذلك الهيئات النقابية والجمعوية مشكورين على إثر المحطة النضالية المقبلة إن شاء الله تعالى يوم إن شاء الله الخامس في الشهر المقبل إن شاء الله تعالى على الساعة 11 صباحا أمام مقر عمالة الرباط. وهذا كله يعني عدم التزام الإدارة بوفائها بناء على محضرين اثنين نتوفر على نسخ منهما على إثر الحوار الذي فتح قبل أخذ بناء على كنا سنخوض محطات نضال يعني في بصدد هذا الأمر هذا. يعني اليوم كاين عندنا الصنف الأول ديال
مدينة الرباط الذي أصبح يصول ويجول دون حسيب ولا رقيب، أصبح يحاكي الصنف الثاني لا ينقصه إلا العداد دون مراقبة أمنية ولا ولائية، يعني لا ينقصه إلا العداد. صراحة تسيب على مستوى مدينة الرباط، عدم التفاتة السيد الوالي المحترم للنقل نظر الملف المطلبي ديالنا، يعني اللي كنا دائما تقريبا سنة ونحن في الحوار كنا بصدد اتفاق على استصدار قرار عاملي كباقي المدن المغربية تماشيا مع الظاهر الشريف الذي ينظم قطاع النقل، يعني الظاهر الشريف 1/63/260 خصوصا الفصل 2 منه المنظم لقطاع النقل كل حسب نطاق اختصاصه. فإذا به ارتأينا انتظار إلى خروج هذا القرار، لم نجد أي شيء، يعني أصبحنا نرى سياسة الكيل بمكيالين. انتظرنا القرار العاملي لم نتوصل به، فإذا به أعلنا على محطة نضال، يعني وقفة احتجاجية، فإذا به نودي علينا من طرف الإدارة لكسر هذه المحطة النضالية كما هو معلوم، هذا تنعيشه دائما، ولكن نحن كمؤسسة الحوار دائما نرتئي إلى الحوار للحل. فإذا به فوجئنا باستصدار دورية، فإذا بهذه الدورية لم يتم تنفيذها، ولهذا انتظرنا وقت طويل لم نرى فتح الحوار، أغلق باب الحوار، ولهذا اليوم يعني الهيئات النقابية والجمعية الفاعلة في الميدان الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة بالرباط التي يعني يهمها هم السائق المهني المزاول والمساعد الذي أصبح في خبر كان كأنه غريب على مستوى مدينة الرباط. فإذا به الحمد لله تم التوافق، يعني القرار أخذ يعني على إثر هذه المحطة النضالية إن شاء الله تعالى، وسنخوض هذه المحطة النضالية طبقا للفصل 29 من الدستور الذي يخول لنا حق الاحتجاج والإضراب يعني والاعتصام في حالة عدم تجاوب الجهة الوصية. فاليوم كنشوفوا يعني السيد الوالي لم يلتفت إلى هذا القطاع، المدن المجاورة أصبحت تصول وتجول دون حسيب ولا رقيب، النقل السري استفحال النقل السري، كذلك التطبيقات الذكية الخارجة عن القانون، رغم الشكايات رغم المحاضر لم نرى أي شيء. ولهذا كنشكر جريدة شوف تي في اللي حاضرة معنا اليوم وكتواكب هذا الحدث هذا، وتحية لكم وتحية لكل الإخوة. الأخير ربما نعرف السؤال موجه. نعم، الامر اللي عندنا بالنسبه للنقل السري يعني بشتى اشكاليه التقليدي والعصري، ولكن المشكل الطامه الكبرى اللي عندنا في الرباط وهو الكرون تاكسي، يعني الصنف الاول. اليوم خاصنا نشوفوا نقطه انطلاق نقطه الوصول، يعني اليوم الظهير الشريف اخترق كان النقابه ديال الصنف الاول انها هي اللي اصبحت يعني تسير النقل داخل المجال الترابي. اليوم كاين لوبي كيضغط على العماله، والعماله ما عرفناش فيه صمت، يعني وهذا استصغار للنقابات والجمعيات ديال الصنف الثاني، ولكن لن نبقى مكتوف الايدي، سنناضل الى اخر رمق، ونضالنا مستمر الى حين تحقيق المطالب المهنيه. وتحيه لكم وتحيه للاخوان ديال الجامعه. تفضل سي عبد السلام. طبعا اليوم انتم الان معنا على مباشر لقاء تواصلي للقطاع المهني قطاع السيارات الاخرى من اللي راه في مدينه الرباط، هذه المقام الاولى الاهم في المقام اللي غنناقشوها في اليوم. شكرا على هذا، شكرا لجميع المهنيين. معكم عبد السلام احداب الكاتب العام المحلي لسياره الاجره الصنف الثاني بالرباط. بالنسبه لهذا اللقاء اللي هو كنظموه اليوم لقاء تواصلي ديال المهنيين ديال سياره الاجره من الصنف الثاني، اللي هما حنا مهنيين ومضرورين كنهضروا كنحاولوا نديروا هذا اللقاء التواصلي اليوم على كرون تاكسي والابليكاسيون والخطافه، وتنتمناو من الجهه الوصيه باش تسمع لينا، وحنا ان شاء الله راه منظمين واحد الوقفه اللي هي غتكون ان شاء الله نهار لوسان، الا ما استجبتش لينا الجهه الوصيه للقطاع ان شاء الله حنا مصرين باش نديروا هذه الوقفه ان شاء الله باذن الله. وتحيه لكم. سيروا بداو هكذا. اولا تنشكركم كاعلام اللي جيتوا انكم تواكبوا هذه المحطه، هذه المحطه ديالنا الاسباب ديالها والمسببه ديالها هي الفوضى العارمه اللي تعيشها مدينه الرباط في غياب اي تدخل للسلطات الوصيه على القطاع. ومن خلال هذا المنبر ديالكم غنوجهوا رساله او سؤال للسلطات المحليه، اذا كانت السلطات الوصيه على القطاع هي المسموح لها بسن الضوابط لتنظيم القطاع، فمن المسؤول على الوصية؟
الوضعيه الكارثيه اليوم، فمدينه الرباط اغلى واكبر وعدكى من ان يدخل المواطن بالنقد السري. فمدينه الرباط خاص الساكنه ان لا الساكنه ولا المرتفقين ولا الزوار خاصهم يركبوا في نقل امن يحفظ لهم الكرامه، ماشي النقد السري، ماشي سياره متداخله على المدن. فالظاهر واضح وشفاف وابيض لا يحتاج الى شرح. وتحيه لكم. شكرا لك مشاهدي قناه شوف تي في. هنا الان غتنطلق هذا اللقاء التواصلي. نقول لكم دمتم بألف خير.